علاش في 15 عام انت مازال طفل؟ 15 عام راك طفل. نعم. علاش في 15 عام خديتي القرار انك تهز باليسك وتمشي تدخل في واحد المغامره كلها ظلام؟ كان اول حلم هو هذاك. ماشي شاد الطياره لليبيا. اه. حتى شنو هي ليبيا في ذاك الوقت اللي مشيتي لها؟ تما خصك تكون حمق ولا فقد الامل فوالا باش تشد الطياره وتمشي لليبيا باش تحرق من ليبيا لايطاليا. قريت وسمعت بزاف ديال الحويجات، شنو عانيتي في ليبيا، الناس اللي تقتلوا حداك، التكرفيس ديال المغاربه والمصريين والتوانسه والجزائريين. مشيتي بالرفقه ديال واحد ولد العائله ديالك، حتى هو اللي بحال نقولوا شويه عزوه ديالك، ولكن داك العزوه صدق ما عزوه ما والو، خلاك في نص الطريق خاف من حقه. الله يسمح له، ولكن من حقه، خاف على راسه من الموت. انت زعيم ما كتخافش مع الصغر، مع الانسان مازال ما دايرش عقله، كل شيء رجع الا انت قلتي والو، انا ها غنحرق ومولاها الله. هذاك الشيء اللي كان قصه يعني ضابطه معك القصه. يا هادي تبارك الله عليك، والله والله يا عاودنا على غير التجربه ديال ليبيا باختصار. التجربه ديال ليبيا هي انا ما كنصحش بها الشباب، كنصحش بها اي واحد اللي كيتفرج. مي كانت الفكره ديالي بدات من تما، كنيات وصاحب الفينال ديال الفكره هو هاد الدري ولد عمتي، قال لي راني كنعرف واحد السيد تما، قلت لي صافي نمشيو. يعني انا غادي بحال هو اللي غادي بيا انا، داك السيد صافي. وصلنا وتكرفصنا بزاف حتى باش نمشي تما تكرفص، رغم ان كان واحد كانت هذيك الفتره في هذيك 2006 كان اول عام خرج القرار، حتى 2006 عاد باش خرج داك القرار ديال قاصر ياخذ باسبور ديالو بوحدو، سينو في الاول كنت تمشي غير وانا سينو كنت باغي نمشي قبل، غير ما كانش عندي حق ناخذ باسبور والاب ديالي ما غاديش يديه. كمال عرفت انك في ليبيا عشتي المعاناه ديال كاع المهاجرين بزاف، الجوع، سوء المعامله، الحبس، دخلتوا كاع يمكن للسجن؟ لا السجن ما وصلتش لي. انت لا ما وصلتيش للسجن؟ السجن ما وصلتش لي الحمد لله. كانت الحاجه الوحيده اللي نافعاني كنت صغير، واخا كنت كنخرج ندوز من حدا البوليس ما يهضروش معايا، ما بينش غادي حارق، عاد تلبس لباسهم وداك الشيء وما كانوش يهضروا معايا. ما فاش تخلى عليك ولد عمتك ومشى في حاله، بقيتي بوحدك وبقيتي كتقول والله حتى نمشي؟ فاش مشى ولد عمتي لقيت راسي وسط واحد المجموعه اللي هي بحال تكفلوا بيا، بحال شي طاير كبير وعندو جناح ديالو بحق، ودار لي بحق شدني عندو. دراري ولاد الحي محمدي، ولاد البرنوسي، ولاد كازا، واحد الدري ولاد الحي محمدي، ولاد الساكه الصفراء، القواس باقي لحد الان كنقلب عليه، والله ما لقيته ديما فين ما كنمشي لشي انترفيو كنجبد سميتو. جات الوقيته فاش قبضتو الزودياك وركبتو فيه؟ نعم. وشديتو ذاك الليله المشؤومه؟ اسبوع مشؤوم. اسبوع؟ اسبوع. انا هذا اسبوع ما دخلتليش لراسي، كيفاش من الجمعه ياك؟ من الجمعه للجمعه. الجمعه دابا شحال كنتو بيكون في الزودياك؟ 38 واحد. الزودياك ديال 6 متر، يعني دير هوك ولا هوك يقدر يتقلب. وكان عندنا ليسانس في البواز، كانت عندنا شي 12 بيدو ديال 20 متر، وكانت عندنا الماكله، وكان شويه الحموله الثقل. ضربنا واحد 3 سوايع، هي نورمالمون شي بهذاك الميطير اللي كان عندنا حنا ديك 11 ساعه كان خصنا نوصل 11 ساعه تقريبا. ضربنا 4 سوايع وحنا نلقاو بحر اخر، هذاك الشيء ما كانش في الحساب، هذاك الشيء قدره الله سبحانه وتعالى. لا قلت لك فهذيك فهذاك الشيء، انا دابا كنتفرج في واحد البرامج اللي كاينين في البحار الامريكيه، كنشوف هذوك بعض الباخرات اللي كيقدروا يتقلبوا في بعض المواج اللي شتم بحالهم هنايا. وما تقلبتوش؟ وحنا كنا في زودياك وما تقلبناش. مي الحاجه الوحيده اللي درنا خففنا لحنا ليسونس، والليسونس ماشي غادي تلوحوا المواج، ماشي غادي تلوحوا تلقاها من بعد. لا حتى هي مشات ها ولات لتحت. ولحتوا الماكله؟ لا حنا الماكله حتى شكون باقي عاقل الماكله، صافي ملي كتضربك الموجه كتصرفك. انا والله ملي ضربتني اول موجه والله تنسحب شي واحد صرفقني. عرفتي صلي. وكي درتوا سيمانه عشتوا في البحر؟ حيت سال لينا الليسانس، قعدنا واحد شويه كنا كنتسناو غير الليل يمتى يجي، حيت الليل هو فين كيبان لك الضوء ديال شي حاجه، حيت كتشوف هكا كتلقى السما مع البحر، هك السما مع البحر، ما كتبقاش حتى ديك لابوسول. لابوسول هذيك تاهي خسرات لينا، ما بقي حيت
كنا حاطينها في سطل ديال الرمله، هذاك السطل ديال الرمله تا هو حنا، ودابا هي خصها تكون ايكيليبري باش هذاك هذيك خصها تكون ايكيليبري. باقي عقل انا اللي كنت كنشاد قدامي وشاد واحد الراديو كان شاري لي الحراق، وما خرجناش يومين قبل، كنا غنخرجوا يومين قبل، ولكن ما جاش هذاك التليفون ديال الرادار ديال القمر ما عرفتش كيسميوه باش يهضر معاك وسط البحر باش باش يسمع حالتي كي دايره، حيت ما بغانيش نمشي مسكين. عزيتي فيه مازال صغير. خالته ما بغاش تخليني نمشي. خالته واحد حاجه، واحد الفيلا، واحد الخيرات. كنتي فيه هما كمال مازال صغير. وخافوا عليك انك تقدر. مسكين عرفتي فاش كنت غادي كيبكي، والله الا كيبكي. عزيز مسكين كيبكي. وكي درتو دوزتو ذاك السيمانه كمال؟ كي هذه القدره الالهيه اللي شفنا الموت صراحه. انا عمرني ما قصت الدلفين حتى قصتو تما كنيت. دلفين؟ دلفين وحق الله العظيم قصتو بيدي بحق. كنا نعوموا والله الا كنا نعوموا والله، كنا نتلاحوا حيت كانت تضرب فينا ديك الشمس. كنا نشربوا الماء ديال البحر. ما كاينش لا ما لا. ما كان عندنا والو، والله الا كنا نشربوا الماء ديال البحر والله. شكون كنت كتفكر ذاك في ذاك اللحظات؟ صافي تفكر اش تفكر كتشوف راسك صافي، ما ثلاث ايام حتى ما كدوش فوق منك لا طياره لا باطو ولا والو. كنا كنفكروا واش يا ربي السلامه غادي تجي شي موجه اخرى ثاني ديال غيتبدل البحر، وحنا واقفين مازال فاش كان المواج كان بقى عندنا ليسانس مسكين. هذاك الكابيتان اللي كان معنا واحد المصري كي تبارك الله سواق واعر، يعني سواق واعر، كان كيهرس المواج، ولكن ما كان عندنا والو، طرفك الموج جوج مرات وحده تعمر لك تقلبك مشيتي. هو كان مسكين كيهرس المواج عرفتي، وكيقول لنا صبروا صبروا صبروا. عرفت ان نقدتكم القدره الالهيه انكم تلاقيتوا واحد الباطو الصيد ديال التوانسه. ديال التوانسه هما اللي يمكن شويه عطاوكم الماكله. عطاونا الماكله، طلعوني الفوق عندهم انايا، كمدوني في واحد ساكن، وعطاوكم ليسونس باش كملتوا شويه الطريق. كانت خارج قانونيه، ما كانتش قانونيه، ولكن بقى يطلب فيهم هذاك السيد، وهي فين غيطلعوني الفوق عندهم. قال لينا غتسناو تنصيفطوا لي، نعيطوا لكم على الشرطه يجي يوديكم. حنا كنا في المياه التونسيه. وكنت داونا لتونس، كان واحد العذاب اخر ثاني. المهم نقدوكم الحمد لله ذاك الباطو، ولكن رجعتوا عاوتاني كملتوا طريقكم. كملنا الطريق. الاصرار والعزيمه والو. والو البحر لما الجوع غنمشي وغنمشي. وفري قال لنا غادي تشدوا الطريق غتخلي، ما بغاوش يطلقونا حتى برقات الشمس. وقالوا لا ذاك الكابيتان قال لي غتبقى غادي الشمس ديما على اليمن ديالك جوج سوايع غادي توصلوا للامباتوس. جوج سوايع غتكونوا تما. درنا شي ثلاثة سوايع حيت حنا عندنا الميطير صغير على قد الحال، كان عندنا موطور صغير ما انتبهناش ليه. إوا وصلتوا؟ صافي تما كنيات بداو كيدوزوا الطيارات، بدا كاين تما ذاك المجال الجوي، بداو كيلونسيونا. واحد اللحظة كنشوفوا واحد الباخرة عسكرية حربية، دوك اللي كيديروا بحال كتفرج في شي فيلم. كان فيلم والله إلا فيلم. فيلم وقريب إن شاء الله غادي يكون فيلم انترناسيونال هاد القصة إن شاء الله. حيت قصة تصلح أنها تكون سيناريو ديال شي فيلم. و هذاك الباطو كبير عرفتي، كنبغوا نقربوا عدو وكيهرب علينا. حنا كنا نصاحبوا ما باغينش يعتقونا ولا ساعة، هما كانوا حاضيننا بالديزاباراي وداك الشيء، ولكن عيطوا على الاسعاف اللي غادي يجي يهزنا. انا ما ركبتش، ركبت معاهم في الباطو، ولكن كانت حالتي لا يرضى بها. كنت انا كان واش طاح لي السكر، واش طاح لي طونسيو، انا بقيتش عاقل. الحاجه الوحيده اللي عقلت عليها هزوني في لاكوبتير، عنقني واحد ولبسوني شي حاجه صافي. انا سخفت حيت اصلا هو داك الدري مسكين قال لي شوف، قال لي ترك مينور، قال لي رخصهم يطيروا بك بلاصه، قال لي توصل سخف. وقال لي انا بصح سخفت. والله الا سخفت. بقيت عاقل كنسمع هذيك طط 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 طط، صافي تما كنيت. والله ما بقيت عاقل، ما بقيتش عاقل شنو فين شنو. كنحل عيني، كنحل عيني. كان مدير لي واحد بابي الومنيوم ذهبي بحال شي كاسكروط مدورينه في هذاك بحال ذاك طاكوس. وكندور بحق لقى وحده لابسه البيض، كندور عند الاخر لقى حتى هو لابس البيض. هذا هذه زعره والاخرى هي برونه.
بغيت نهضر معاهم ما عرفت راسي فيه والله ما عرفت راسي لا لغة لا ما عرفت كان عندي شوية فرنسي ماشي تخافيش جي لا ولكن طليانية ماشي هي الفرنسي ولكن داك الوقت كانت غير بشوية جي سبليكي فرنسيز ان بو ومنحاول نسيقك كتهضر فرنسي الفرنساوية غندير راسي تيقتك جي لو فرنسي دو بكري واحد شوية مبدل الفرنساوية ديالي انا الفرنسية ديال بكري ما تعقليش عليها قول لي انت تعقليش عليها انت هي باقا صغيرة نقتي وتما صفتوك الخيرية دوني الخيرية هربت ليهم من الطروازيام باش نمشي لديك البلاصة اللي حيت ديك الخيرية اللي كنت فيها جات في الجنوب وانا ما كنتش باغي نبرك في الجنوب الجنوب بحال بارك في تونس بحال بارك في تونس طنجة احسن منا الور خصني نلقى الطريقة كيفاش هذيك حتى هي فيلم وعاودوا عاونوك الناس الحمد لله لقيت الناس عاونوك في هذا الطريق عاونونا الناس كمال بصراحة إلا رجع بك الزمان اللور دابا نعم بصراحة واش عاود نفس التجربة نحرق لا ما ديرهاش لا خصوصا بحال دابا في هاد الإمكانات اللي كاينين في البلاد ديالنا لا ما ديرهاش لا والله ما نديرها بالله